بدأت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني صباح اليوم بإصدار وتجديد رخص صيد اللؤلؤ بمكتب إدارة الرقابة البحرية بوكالة الزراعة والثروة البحرية في المديع، حيث يمكن للأفراد إصدار رخص الغوص لصيد اللؤلؤ حسب الاشتراطات والقوانين ودفع رسم سنوي يبلغ 25 دينارا. كما يجب على جميع أصحاب الرخص السابقة سواء المنتهية أو غير المنتهية تجديدها حسب الاشتراطات الجديدة لتنظيم صناعة اللؤلؤ في البحرين، والتي صدر بموجبها القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2017. كما فتحت التسجيل لمراكز الغوص لإصدار الترخيص اللازم في تنظيم الرحلات السياحية لصيد واستخراج اللؤلؤ، وذلك بدفع رسم وقدره 1000 دينار لإصدار الرخصة لمدة سنة واحدة. وتأتي هذه الخطوات في ضوء مشروع إحياء صناعة اللؤلؤ في البحرين الذي يهدف إلى تنظيم صيد استخراج اللؤلؤ من خلال تنظيم وتشجيع الغوص، بما يضمن استدامة البيئة المناسبة لتكوين اللؤلؤ الطبيعي وحماية الهيرات لتهيئة بيئة مناسبة لتكاثر المحار. كما يهدف المشروع إلى تنظيم تجارة وسياحة اللؤلؤ من خلال تعزيز مكانة البحرين كمركز عالمي لتجارة اللؤلؤ الطبيعي وتطوير مختبر اللؤلؤ والأحجار الكريمة لجعله مركزا عالميا للفحص والتقييم. هاي القرار لإصدار تراخيص استخراج محار اللؤلؤ جاء بناء على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد. قامت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإصدار هذه بالبدء في إصدار هذه الرخص صباح هاي اليوم. مثل ما أنتم شايفين المواطنين ما شاء الله في ازدياد على الطلبات هاي الجديدة. طبعا هاي الطلبات هاي القرار جاء بناء على التوجيهات على أساس إعادة إحياء صناعة محار اللؤلؤ في مملكة البحرين. من ضمن هاي القرار اللي قامت فيه الوزارة طبعا راح يكون دراسة حق الموارد الطبيعية إن هي كيفية استحمالها لمدى زيادة الرخص اللي إن شاء الله قاعدة تصدر يوميا في الوزارة، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. يعني إحنا الحين نبي نعيد إحياء هاي الصناعة ونبي البحرين تزدهر وتفخر باللؤلؤ الطبيعي مالها، في نفس الوقت لازم نحافظ على استدامة هاي المورد عن طريق الرقابة البحرية، عن طريق دراسة الموارد الطبيعية بعد ما يبتدي صيد اللؤلؤ في هاي الموسم، وإن شاء الله هاي المورد دائم وما ينضب إذا احنا حافظنا عليه للأجيال القادمة. تنفيذا للتوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تم إصدار قرار وزاري رقم 43 بشأن تنظيم صيد واستخراج اللؤلؤ، بالإضافة إلى تنظيم مراكز رحلات الغوص لاستخراج اللؤلؤ. وعلى هذا الضوء تم البدء في ترخيص لاستخراج وصيد اللؤلؤ في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، ويأتي هذا تنفيذا لتوجيهات وقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، على أساس أن هناك تنظيم لهذه المهنة وأحيائها. ويجري العمل الآن على إصدار تراخيص للأفراد، وفي الأيام القادمة إن شاء الله سوف يتم البدء في الترخيص لمراكز الغوص، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للبيئة وقيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية. بالنسبة إلى إجراءات الترخيص للأفراد، حاليا تم البدء في تقديم استمارات وملئها عبر النموذج المعد لذلك، يتم من خلالها ذكر المعلومات المتعلقة بصاحب الترخيص ومالك السفينة إن وجدت، بالإضافة إلى ذلك سيتم تحويلهم إلى المجلس الأعلى للبيئة لحضور ورشة تدريبية حول استخراج اللؤلؤ، بالإضافة إلى أن هناك تنسيق مباشر مع المجلس الأعلى للبيئة لإعداد تلك الورشة التدريبية. وبعد الانتهاء من ورشة العمل التدريبية يتم توجيه صاحب الترخيص أو المتقدم بالطلب إلى إدارة الرقابة البحرية لتقديم إفادة حول خضوعه للدورة التدريبية، ومن خلالها يتم استكمال إجراءات إصدار الترخيص وفقا للآليات المعتمدة.